بسم الله الرحمن الرحيم. في مؤتمر أبل الأخير أعلنت أبل عن الإير تاجز، عن الأبل تي في الجيل السادس، وأيضا أعلنت على الآيباد برو، وكلها سبق أني تكلمت عنها في فيديوهات سابقة. راح تحصلوا روابطها في وصف الفيديو تحت، فشيكوا على هذه الروابط حتى تعرفون كل الأجهزة اللي أعلنت عنها أبل. اليوم راح أتكلم عن الآي ماك، لكن من ناحية التصميم فقط. الأداء والخيارات المختلفة عند الشراء راح أتكلم عنها في فيديو منفصل، لكن للناس اللي مو مشتركين بالقناة يا ريت أنهم يشتركون. فأحب أقول لهم إنه الآي ماك جاي مع معالج الإم 1 النفس اللي موجود على الإير وعلى الماك بوك برو وعلى الماك ميني، فأتوقع إنه أداؤه مشابه للماك ميني إن لم يكن أقل منه، لكن ننتظر ونشوف بعد ما يصدر الجهاز. وفي قنوات على اليوتيوب تعمل مقارنات، فممكن إني أشارككم بنتيجة هذه المقارنات. فاليوم راح أركز على الآي ماك من ناحية التصميم، فتأكدوا إنكم تعطون لايك لهذا الفيديو وتشوفوا الفيديوهات السابقة، ويا ليت إنكم تشتركون بالقناة. طبعا زي ما احنا شايفين، فالاي ماك الان تغير تصميمه. طبعا التصميم السابق اللي استمر لمده تقريبا 11 سنه، واللي اصبح حتى لما تشوفه تحس انه تصميم قديم، الحمد لله انهم غيروه. لكن السنه اللي راحت لما اعلنت ابل عن شاشات البرو ديسبلاي اكس دي ار، توقعنا انه الاي ماك ينزل بنفس التصميم بحواف حوالين الشاشه نحيفه جدا، لكن للاسف كنت اظن وخاب ظني. الجهاز لما تجي تشوفه من الجنب فبتلاحظ انه نحيف جدا، تصل سماكته الى 11.5 ملم، لدرجه انهم حطوا الهيدفون جاك من الجنب. فانا لما شفته في المؤتمر قلت الله، هذه عليه حركه حلوه من ابل. بعدين اكتشفت انه مو عشان سواد عيوننا، هم عملوها كذا لانه الجهاز نحيف جدا، لدرجه انه الهيدفون جاك ما تقدر انك انت تشبكها فيه وهو بهذه النحافه. الجهاز تقريبا بنفس فلسفة تصميم الآيباد برو مع الماجيك كيبورد، فلو أنت ثبتت الآيباد برو على الماجيك كيبورد راح تحصل نفس لغة التصميم، وهذا شيء حلو إنه الشركات الكبيرة يكون لها لغة تصميم تحاول تطبقها على كل أجهزتها. من الخلف الجهاز جميل، لكن من الأمام هنا الكارثة، والحاجة اللي ما عجبتني حتى لما شفتها أول مرة في المؤتمر. فتشن هذا، أو اللي هو المنطقة اللي في أسفل الشاشة، هذه كبيرة جدا، وما زالوا محتفظين بنفس الحجم اللي كان موجود في الإصدارات السابقة. طبعا كنت أتمنى أنهم يحافظون على أبل لوجو، لأنه علامة الأبل يعني علامة براند وآيكونيك، فكنت أتمنى أنهم يضيفونها. ما أدري ليش أنهم أزالوا علامة أبل من أمام الجهاز أو من واجهة الجهاز. طبعا في ناس، وزي ما عرضت أبل في المؤتمر، قالوا أنه التشن هذه أو الزيادة مهمة، لأنه أصلا كل المذر بورد والمعالج والسماعات موجودة في الجزء السفلي فقط، لكن من الأعلى هو عبارة عن شاشة. وطبعا هذا الكلام مو بصحيح، لأنه أصلا كان بإمكان أبل بكل سهولة أنها تجي تخلي المذر بورد والمعالج خلف الشاشة وتزيد سماكة الجهاز، وبالتالي راح نحصل على تصميم أو واجهة أمامية أفضل من اللي عرضته أبل. لكن ما أدري ليش أبل اتجهت بهذا الاتجاه. الحاجة الثانية والمشكلة الثانية واللي أنا كنت أعاني منها في أجهزتي السابقة، أنه الحواف حوالين الشاشة بيضاء. سبق أني جربت الآيفون لما كان باللون الأبيض، الآيباد لما كان باللون الأبيض، وكانت تضايقني الحواف البيضاء، وهذا راح تأثر عليك لو كنت تفعل الدارك مود، لو كنت تشوف فيلم. فكنت أتمنى أنهم يخلون الحواف اللي حوالين الشاشة سوداء ويضيفون أيقونة أبل، وبكذا على الأقل الجهاز راح يكون شكله أفضل من اللي موجود حالياً. ولو لاحظتوا الآن، لو أضافوا علامة أبل وخلوا الحواف اللي حوالين الشاشة سوداء، فما راح يصير فيه أي تغيير في التصميم، وهذا يؤدي إلى أنه نقول أنه الآي ماك الجديد هو عبارة عن ألوان مختلفة. اللي سوت أبل أنه شالت علامة أبل من الجهة الأمامية وخلت الحواف اللي حوالين الشاشة بيضة، وبالتالي حصلنا على الآي ماك الجديد. لكن لو أنت مجرد أنك خليت الحواف اللي حوالين الشاشة سوداء وأضفت علامة أبل، أنت حصلت على التصميم القديم، فالتصميم ما هو يعني متغير بشكل كبير. نجي للحاجة الأخيرة اللي هي الألوان. الألوان كان في ألوان، أتوقع 7 ألوان، ما عجبني منها ولا واحد إلا يمكن اللون الفضي. كنت أتمنى أنه يكون في ألوان مثل اللون الأسود، الميت بلاك، حتى اللون الأحمر ممكن أنه يناسب مع بعض المكاتب ومع بعض الديزاين، لكن للأسف كانت الألوان بالنسبة لي معظمها ما أعجبني. طبعا مسألة الديزاين هذه ممكن أنها تختلف من شخص إلى آخر، وفي بعض الأحيان يكون أنه واجهة الجهاز مختلفة عن خلفية الجهاز، هذه أيضا خيارات ممكن تختارها. لكن في النهاية هذا الجهاز هو الأساس في الآي ماك، كان في السابق 21.5 إنش، ما كان يجي بمواصفات عالية، الآن أصبح 24 إنش وبالتغييرات في التصميم اللي أنا ذكرتها.
فنتمنى انه ابل في المستقبل لما ينزل ال 27 انش اللي احتمال انه يصير 32 انش انهم يحلون هذه المشاكل، فتكون الواجهه الاماميه كلها شاشه، الحواف اللي حوالين الشاشه تكون سوداء، وبالتالي نحصل على تصميم افضل. طبعا من ناحيه الالوان اكيد دائما البرو يكون الوانه رسميه اكثر من العادي، شفناها مع الايباد اير الوانه اكثر من الايباد برو، ومع الايفون برو الوانه اكثر رسميه من الايفون 12 مثلا العادي. فنتمنى انه لما تنزل ابل الاي ماك برو ممكن تسميه ويكون بحجم 32 انش، انه ابل ما تتبع لغه التصميم هذه. ان شاء الله في فيديو قادم راح اتكلم عن مواصفات الجهاز، عن الخيارات المختلفه عند شراء الجهاز، وعن اداء الجهاز والمخارج والمداخل اللي متوفره في الجهاز. فتاكدوا انكم مشتركين بالقناه. وفي النهايه موضوع الديزاين هذا موضوع يختلف على ذوق الشخص، في ناس ممكن يفضلون هذا التصميم يقولون هذا افضل تصميم قدمته ابل في تاريخها، لكن انا بالنسبه لي ما اعجبني، شفت فيديوهات كثيره حتى على اليوتيوب ما اعجبهم، وانا شخصيا من يوم شفت الحواف البيضه في المؤتمر ما اعجبني الحواف البيضه هذه، يعني كانت حاجه مضايقتني. لكن في النهايه رايكم اهم من رايي، يا ريت تكتبون تحت خانه التعليقات. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.